عرفنا نستتج من المستشار صلاح هلال نائب رئيس اللجنه، واحنا بدانا الحمد لله في عمل اللجنه العامه، والامور سارت على احسن ما يرام في اللجان الفرعيه دون ثمه مشاكل تذكر. والان نقوم بعملنا كلجنه عامه، بنقوم بحصر الاعداد ولنرى ما هي الاعداد الصحيحه وما هي الاعداد الباطله، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل فارس من المرشحين. طب هل تم التواصل بالنتائج حتى الان؟ لا لا لا، لسه ما نقدرش نقول دلوقتي لغايه ما ننتهي من 40 لجنه، لان لسه فيه لجنه شغاله لغايه دلوقتي. طب هل تاثر نسب التصويت في اليوم الثالث؟ هل تاثرت؟ عايزين الورق اكيد والخط، يعني كانت اقل شويه. ربنا يديك الصحه. ماشي يا فندم، شكرا.